ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تستعد أكبر المراكز التجارية ومواقع التجارة الإلكترونية بالمغرب للاحتفال بما يسمى الجمعة السوداء بلاك فرايداي. ويشتكي عدد من المواطنين كل سنة، سواء الذين يتسوقون من المراكز التجارية أو عبر مواقع الإنترنت المخصصة للتجارة الإلكترونية، من الاحتيال بطرق ذكية. ويشير متخصصون إلى أن شركات ومراكز تجارية تقوم بالتلاعب في الفواتير المالية وقيمة المستلزمات وجودتها، وذلك للاحتيال على الزبناء في الجمعة السوداء. وأكدوا أن الإغراءات والتخفيضات التي يتم الإعلان عنها ليست حقيقية، حيث يعمد بعض التجار إلى رفع الأسعار كثيرا هذه الأيام ويخفضونها من جديد في الجمعة السوداء. وفيما يتعلق بالتسوق الإلكتروني، فإن انتشار المتاجر الإلكترونية دفع العديد من المحتالين لاستخدامها والإعلان عنها عبر الإنترنت. ويذكر أن الجمعة السوداء التي توافق آخر جمعة في شهر نوفمبر تعد من أبرز الأيام من الناحية التجارية في أمريكا وأوروبا. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.